نعود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي ما عرفتش منين عندي ليكم، مبروك عواشركم وتقبل الله منا ومنكم، مبروك عيدكم. خوتي انا يوم عرفة تعرضت للتعدي والظلم عاوتاني من جديد مع هاد السيدة صاحبة اللي كتدعي بأنها صاحبة العقار، وعندي ضدها 5 أحكام لصالحي كتضربو مع عرض الحائط، وعندي 3 شكايات العام اللي فات كانت جاتني دارت نفس هاد العمل. وكيف كتشوفوا دابا هما الأول ديالي خارجين من يوم عرفة، من يوم عرفة ولله المشتكى من قبل من بعد. هاد السيدة باش كتعنى اللي ضاربة 5 أحكام عرض الحائط، وعندي 3 شكايات باقيين في الدراسة، وكتجي تستفز فيا كتبغيني نرتكب شي فعل جرمي، وانا عندي وليداتي وانا مبيتاني يعني دابا من نهار عرفة كنبات في الزنقة وحويداتي على برا، والمحكمة حاكمة ليا باش ندخل لمحالي وتسلم ليا المطبخ ديالي والمرفق الصحي. انسان الا بغيت محالة غتجيني وديا، ما تجينيش بالعنف والقوة، لان هادشي راه ما كيبغيش الله، هذا راه ظلم سميتو ظلم في حد ذاته، والله حرم الظلم على نفسه. وانا وليت كنخرج عندكم المنابر الصحفية، الى الله المستعان، الله اللي عن بي ولله المشتكى من قبل ومن بعد. هاد الانسان باش كتعنى تكون كواطئ السيدة على هادشي، عندها شي حكم غادي تبلغني اول حاجه بالحكم ديال الافراغ، وغادي يجيو اعوان السلطه هما اللي غيفرغوني. هاد السيده كدير حنا بحال عايشين في غابه، واش حنا في شي غابه؟ واش حنا في قانون الغابه؟ واش حنا مخرجه ليا المحكمه تعويضات مدنيه في 5 الاحكام وكتحكم ليا بارجاع الحاله ما كانت عليه قبل ارتكاب فعل جرمي، وهاد السيده ما ضاربه الاحكام عرض الحائط ممتنعه. بغيت نفهم شكون هاد السيده، شكون اللي كيتواطأ معاها على هاد الشيء؟ شكون؟ وانا كنمشي لدائره الشرطه من نهار عرفه، مشيت ل 24 صيفطوني البيرمانونس 4 ايام، هوت 4 ايام داروا لي محضر بالليل، جاوا ودخلوني جيت ندخل لقيت الباب مسدود، رجعت عندهم بالليل عاوتاني جاوا معايا الغد ليه بحال غدا العيد، نهار عرفه النهار اللي بقى العيد نهار الحد جاوا معايا لقاو عاوتاني نطلق في المسدود، تحلت ويوم الله روح قالت لهم لا راه عندي بنياتي لداخل. واش انت عندك بنياتك؟ راه انا عندي وليداتي، واش انا راه عيلي هذا؟ واش انت عندك شي ضمير؟ لان انا 15 سنه ونكون هكا خدام عندك، ما كاريش عندك، انا خدام، انت كتادي لي الواجب الشهري ديالك، انت كتخلصيني، واش عندك حق تلوحي لي حوايجي بحال هكا؟ ولا انا محتل هذيك الدار كاع، انا محتل ما كاريش عندك بلا سند قانون، واش عندك الحق تلوحي لي حوايج وتفرقعي لنا حالي وتلوحي لي حوايج على برا؟ درتيها في 2018 وتابعت معك اجراءات قانونيه ورداتني للمحكمه وعاودتها في 2023، شكون كيتواطئ مع هاد السيده؟ واش هاد السيده فوق القانون؟ حنا كنعرفوا حتى واحد ما القانون فوق كل شيء، وهاد السيده راه بزاف، لا هي ولا العون السلطه، العون السلطه كون ضربته انا كنت تم عليا الاعتقال، ولا انا كون ارتكبت هذا الفعل هذا مع هاد السيده كون جات هي من طاليان ولقات شي محل ديالها مفرقع وحوايجها مليوحين، غادي يتم عليا الاعتقال نفس في نفس الساعه. وليني هادشي، هادشي راه الله المستعان، هادشي راه ما بقيتش فاهم اش غنقول لكم، راه لله المشتكى من قبل ومن بعد، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، حسبي الله ونعم الوكيل، وكيل الله، كيل الله فوق من كل شيء، ثم كاينين حباب الله وكنضربوا من الناس المسؤولين، يكون شي انسان كيخاف الله في خوف الله وينصفني في الظلم اللي كنتعرض ليه انا ولا بنتي ولا الاسره ديالي كتعاني معايا ولا والديا ولا الضغوطات النفسيه اللي وليت كنمر بها ولا كنعيشها. علاش انا 6 سنوات كنعيش هذه الحياه بحال هكا؟ وقدر الله ما شاء فعل، انا حامد الله وشاكر. وليني الظلم الا الظلم، الظلم الانسان يجي يظلم عليك ويلوح لك معنك مره الاولى ومره الثانيه ومره، يجي عندك ودي، يجي عندك سلمي. واش كاين؟ واش حنا في غابه؟ واش حنا في شي غابه؟ بغينا نعرفوا واش حنا في شي غابه؟ كل اللي جاي يدير شرع يدو، اللي جاي يحكم باش بغا، راه كاين قانون كيحكمنا وكاينين الناس مسؤولين، راه اش غنقول لكم، وكاين دستور كيحكمنا، راه بزاف هادشي. الى مات هادشي راه كاري عنده مده 15 سنه وتعرضت لهذا الاعتداء في 2018 اخويا، ومني وصلت مع النزاع مشيت للمحكمه باش نادي لها واجب الكراء ديالها، قالوا لي المحكمه قالوا لي انت وياه في نزاع دابا وغادي تمشي تجيب لنا الصيف من المحافظه. المهم هذاك موضوع اخر،
ما بغاو شي، قالوا لي انتم باقيين في النزاع، وانا حاليا باقي في النزاع وبلغت باحكام ممتنع على الاحكام، وخاصه تسلم لي المرفق الصحي والمطبخ اللي هي ريبتهم وخلات لي رمات لي الحوايج ديالي العام اللي فات في 2023، وعندي ثلاثه شكايات باقي في الدراسه عند النيابه العامه. انا بغيت شي انسان يصف لي حقوق ديالي، انا الحق ديالي هو حقي، عطيني الله حقي، حكم الله قبل ما يحكم لها كل شيء. هاد السيده كتعنى عليا بالباتش ديالها وبالمال ديالها بالمال ديالها وبالنفوذ ديالها، وانا راه كنفوض امري لله عز وجل وكنتمسك بالله، كنطلب الله يسخر لي الله شي ناس مسؤولين، النزاهه والشفافيه، لان هاد الشيء تي راه وصلت شي حاجه لا يحمد عقباه. انت انا مني كنحس انا بالظلم والحقره، وولادي يعيشوا معايا هاد المعاناه، والديا راه الله المستعان الى مات هاد الظلم وهاد العاره. اذا انت العون السلطه وقيل مواطئ مع اللي جات تعدى عليا، انا كون ضربت كون راني معتقل، ولا هي كون ارتكبت مع هذا الفعل واخا ما عندهاش احكام، كون جات لقات مع حاله مفرقه وحويجه على برا، ولا منعت انا ما ندخلش بدلت عليها القفل، واش غادي واش القانون غادي يبقى يماطل فيا بحال هكا؟ القانون غادي يرافو كل شيء. انا ما عرفتش، انا بغيت نفهم، فهموني الله يرحم ليكم الوالدين. نهار عرفه من وراء العرس كتختار يعني مناسبات، كتختار المناسبات اللي كيكونوا فيها المسؤولين النازيين اللي كيخافوا الله، كيكونوا بحال كتجي في العطله القضائيه، ولا كتجيني بحال دابا تيكونوا هذوك الناس، دوك الناس اللي كيتعاملوا مع الله. حنا راه ما غاديش نصف لك انايا، راه مازال الخير في امتي، لقول النبي عليه الصلاه والسلام حتى تقوم الساعه، مازال الخير في امتي حتى تقوم الساعه. كاينين الناس عندهم ضمير حي، كيحكموا بالنزاهه وكيحكموا بالشفافيه والمصداقيه، وكاينين الناس الله يغفر لهم والله يهديهم، وهما دابا هما اللي كيشوفوا فيا انا جيت عندهم قبر العيد، انا معيد في الزنقه انا وبنتي، واش هما دابا معيدين وما حلا لهم العيد؟ وكيفاش هاد العيد الموده والرحمه وحنا في بلاد مسلمين؟ وينصر الله الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الله الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ومسلمة. حسبي الله ونعم الوكيل، رد الظلمات يوم القيامة. أخويا أنا دوزت وعيطت لي الجار اللي كان ساكن معايا أنا مدة 10 سنوات، من شاف في هذاك الفيديو ذاك الظلم وذاك التعدو، ومع تلحتو في مواقع التواصل في الباج عندي سميتها طالع زوير، شاف هذاك الظلم وذاك التعدو عيط لي قال لي جي عيد معايا وجيب بنيتك وجي انت راك خويا، راه جوره ديال 10 سنوات الله يودي زوير، هذيك السيده راه طاغيه ظالمه الله ياخذ فيها الحق، دابا ياخذ فيها ربي الحق. وكنشكره من هذا المنبر الله يجازيه بخير، عيطت مع والديا ونطلبوا من الله عز وجل الله يسمح لنا من الوالدين، راه ما كاينش بحال الوالدين اخوت، اللي عنده شي والديه يتهلا فيهم، راه ما كاينش بحال الوالدين. انا والدي ما كيبغونيش نخرج بحارب، ولينا مكثرت انا الظلم اللي كتعرض لي ولد حقرة. كنشوف انا شكون كيتواطئ مع هاد السيده، ماشي هاد السيده فوق القانون، ماشي انا غادي مع كتستفز فيه كدير معايا شي حوايج، والله المستعان صاحبي اللي غنرتكب فيه شي حاجه وني كنراعي على دوك الجوليدات اللي عندي، عندي بنيه ووليد باقيين صغار اخويا، وهاد السيده ما عرفتش فاش كتعنى، واش انا كون لقيت البديل هي كتقول لي ما عنده بارط ما عنده، واش انا كون عندي بارط ما عندي سكنه غير رضا بهاد الشيء اللي وصلت معاه لك؟ مها القانون انا ما قانون حاكم لصالحي، خمسة الأحكام باسم جلالة الملك، هاد السيدة كضربو مع راه الحائط باش كتعنى. والتنفيذ ها هي خويا فين هو التنفيذ؟ أنا أنت كتشوف فيا واش التنفيذ دابا كنت نفذو دوك الأحكام غيتلاحو كل عام فين ما تجي كتمارس عليا هادشي، ماشي كتجي كتعتذر مني أودي اسمح لي يا راني غلطت في حقك وأودي راه كتجي تجبر طغيان بزاف اصاحبي بزاف. انا رفعت صوتي سمحوا لي اخوتي، راه الله اللي عالم بيا والله اللي حاس بيا، ولله المشتكى من قبل ومن بعد، وسبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، واستغفرك واتوب اليك. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.